تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 134 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 61 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي فتم ضبط 71 طن. كما تم ضبط 723 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و 136 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وتم ضبط 17 قضية في مجال قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت قرابة 351 طن.